زمان ايام القطمو كان عندنا بذرة القطمو، كان عندنا الانتاج من بذرة القطمو. هناك بعض المشاريع الخاصة اللي هتبتدي تشتغل على فول الصويا وعباد الشمس، ولكن كل ذلك يمثل نسبة قليلة، بحيث نحن جمهورية مصر العربية نستورد 97% من الزبون. لدينا 6 مصانع لتكرير الزيوت وإنتاج الزيت، بالإضافة لمصانع القطاع الخاص، وبالتالي الزيت عليه علامات استفهام كثيرة، لسبب طالما 97% بنستورده إذن هو مرتبط بإيه؟ بالدولار والسعر العالمي. ولكن أوعدكم إحنا هنقعد مع كل المنتجين ونحاول نوائم ما بين التغيرات في سعر العملة وما بين ما يجب أن يكون حتى يمكن استقرار السوق. ربما نعمل زي ما عملنا في السكر حساب موازنة